لو احنا جينا بقى لخصنا وظيفة الجهاز اللي هي موداليسيس، الوظيفة الأساسية هي delivering patient's dialysis prescription by controlling blood and dialysate flows through the dialyzer. Actually الوظيفة الأساسية هي دي عبارة عن الطريقة، بس actually هي بنعملها ان احنا نشيل الويست ميتابولايتس، نشيل الحاجات اللي زي اليوريا والكرياتينين والحاجات اللي زي كده، ونشيل الووتر كمان، الاكسس ووتر اللي بيبقى موجود عندنا في الجسم. فبيسكلي طبعا هنتكلم على وظيفه اللي هي موداليسيس، او الحاجه اللي احنا بنعملها اللي هي الداليسيس سيشن اللي بيعملها البيشنت، بتبقى اكشوالي بتبقى اسمها داليسيس بريسكريبشن. كلمه بريسكريبشن دي الحقيقه متعارف عليها ان دي الوصفه الطبيه. لما نتكلم مثلا حد بيروح للطبيب علشان ياخد علاج، الورقه اللي بيبقى فيها الادويه هي اللي بنسميها بريسكريبشن. فمعنى كده عمليه الغسيل الكلوي ما هياش حاجه راندوم كده، ما هياش اي حد وخلاص يروح يقعد على الجهاز وخلاص وذات ست. المفروض الطبيب هو اللي يكتب المريض ده هيقعد على الجهاز يعمل ايه بالظبط. فهو فعليا الدياليسيس سيشن اللي بيعملها البيشنت بتبقى يعني الدكتور الطبيب هو اللي محدد بالظبط هو هيتشال منه كميه ميه قد ايه، ومفروض يقعد على الجهاز قد ايه، ومفروض ان يعني يتابع الحاله بتاعه المريض عشان يبقى فعلا وهو خارج من السيشن بتاعه الغسيل الكلوي يبقى فعلا عمل الحاجه اللي هي تخلي جسمه يرجع تاني يبقى في الحاله الطبيعيه. طبعا زي اي جهاز طبي لازم يبقى في عندنا مونيتورنج اند الارم سيستمز. ما ينفعش يبقى في عندنا جهاز طبي ما يبقاش في حاجه تشيك فور بيشنت سيفتي. اي جهاز وخاصه جهاز زي الهيموداليسيس بيتعامل مع دم المريض زي ما نشوف، في غايه الاهميه ان يبقى في مونيتورنج والارم سيستمز عشان يفولو كل الاوبريشن اللي بتحصل في الجهاز، وميك شور ان الجهاز بيعمل الحاجه اللي المفروض يعملها بالظبط، ويتشيك لو اي حاجه فيها خطوره على البيشنت يعمل على طول الارم ويوقف السيستم، ويبقى في عندنا حاجه زي فيل سيف استراتيجي كده عشان يتوقف بشكل امن ما يعملش اي مشكله للمريض. لو حبينا نتكلم بقى على الحاجه اللي بتحصل فعليا، هي فعلا يعني الحاجه الاساسيه بيبقى في عندنا في ناحيه بيبقى في عندنا الدم، وفي ناحيه ثانيه في عندنا داليزيت، وفي النص احنا هنعمل حاجة بنشابه بيها او بنحاول نحاكي بيها الوظيفة بتاعت الحاجة اللي بنسميها اللي كنا شفناها قبل كده اللي هي البومن كابسول. البومن كابسول بيبقى هو عبارة عن سيمي بيرميبل ممبرين، يعني بيسمح لبعض المواد انها تعدي والبعض الاخر ما بيعديش. الحقيقة البومن كابسول كان بيسمح لحاجات كتيرة جدا انها تعدي، زي الجلوكوز، زي مثلا امينو اسيدز، الحاجات دي كلها كان حجمها كبير. هنا اكشولي احنا بنديزاين السيمي بيرميبل ممبرين دوت بحيث ان هو يسمح للووتر ان هو يعدي، يسمح للموليكيولز اللي احنا عايزين نخرجها انها تعدي زي اليوريا والكرياتينين الحاجات اللي زي كده، يسمح يعني طبعا لو احنا سمحنا للموليكيولز كبيره زي كده يبقى بطبيعه الحال هنلاقي ان الصوديوم والبوتاسيوم والكلورين والبايكربونيت الحاجات دي كلها تقدر تعدي برضو فريلي. فالحقيقه يعني اهم حاجه ان احنا نكنترول اوبريشن بتاع الجهاز بحيث ان احنا ناخد الحاجه اللي احنا مش عايزينها من الدم نوديها لمحلول تاني كده هنسميه دياليزيت، هنتكلم عليه بالظبط بيتعمل ازاي، وفي نفس الوقت برضو ناخد الاكسس ووتر الموجود عندنا داخل الجسم ونخرجه من خلال السيمي بيرميبل ممبرين برضو يروح للايه المحلول اللي احنا بنسميه دياليزيت. فوظيفه الجهاز الكلى الصناعيه ان هو اول حاجه يعمل الدياليزيت، وتاني حاجه يكنترول الحاجه اللي بتحصل بين البلاد وبين الدياليزيت اللي هو الفلو اوف موليكيولز، سواء كانت ووتر او سواء كانت ويست ميتابولايت موليكيولز بين التو كومبارتمنتس.